موجز الرابعة من إنفجارات. أهلا بكم. قررت الحكومة النمساوية الإسراع في ملء احتياط الغاز الاستراتيجي للبلاد تحسبا لتطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار قرار الاتحاد الأوروبي بتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين تدريجيا. وقال وزير المالية ماغنوس برونر أن التكلفة ستكون نحو 1.4 مليار يورو. وأشار الوزير إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار الفورية مرة أخرى سوف تصل التكلفة إلى 2 مليار يورو. ولفت الوزير أنه على الرغم من عدم استقرار السوق حاليا سوف تتحمل الحكومة مخاطر الأسعار حاليا، وأنه يمكن ملء الاحتياط بالكامل قبل حلول الشتاء المقبل إذا بدأ تنفيذ القرار الجديد سريعا. لتعميق شبكة النقل العام، أعلن عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ مع حاكمة النمسا السفلى يوهانا ميكي ليتنر مد خط الترام 72 إلى النمسا السفلى، وبذلك يكون أول ترام عابر للحدود وفقا للودفيغ. وسيتم استثمار 29 مليون يورو على الخط الذي يحظى بطلب مرتفع بين الركاب من شفيخت إلى سيمرينغ. وسيتم اتخاذ الإجراءات لجزء كبير يصل إلى 300 ألف مسافر، وبحسب عضوة مجلس المدينة أولي سيما فإن المسافة الإجمالية للخط ستكون 6.4 كيلومترات، 2.75 كيلومتر سيتم بناؤها حديثا، وذلك للمساعدة على ركن السيارات في النمسا السفلى للعاملين في فيينا. قالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر أن 31 من مايو هو نهاية عرض كورونا في السياحة الضيافة الآمنة، وأن مع مفاهيم الوقاية والنظافة المثبتة أصبحت الشركات مجهزة تجهيزا جيدا بعد عامين من كورونا، وسيتم ضمان حسن الضيافة على أفضل وجه ممكن في المستقبل. كما أعلنت الوزارة أن 70% من الاختبارات في منشآت الإقامة في الفنادق كجزء من الضيافة الآمنة، أما الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض ويقيمون في النمسا مؤقتاً لأغراض سياحية استخدام عرض الاختبار المدفوع وجميع الاختبارات الإضافية. أعلن رولاند فايسمان المسؤول الرسمي العام لـ ORF أنه سيتم تشكيل فريق عمل لدراسة عمليات إلغاء التسجيل في نظام المعلومات الجغرافية جيس الذي يشكل الجزء الأكبر من ميزانية ORF، حيث لم يعد حوالي 10,000 مواطن يدفعون تمويل محطات البث العامة، وفي يناير وفبراير انخفض عدد المشاركين بنسبة 50%، ومن المشكوك فيه أن هذا مرتبط بالزيادة الأخيرة في الرسوم. كما يمكن أن تكون قد ساهمت حملة جديدة من قبل أمازون في عمليات الإلغاء، وقد أوضح عضو مجلس الإدارة ليدرر أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو فهناك خطر الإفلاس. وقد قال معظم الذين ألغوا الاشتراك أنهم لن يستخدموا ORF، وتوضح المحكمة الدستورية حاليا ما إذا كان من القانون عدم وجود رسوم ترخيص للبث. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.